طيب هذه كانت جولة منصور في اليوم في الفئات السنية في الهلال وفريق الأولمبي في الهلال، واللي كان يسوي لقاءات مع منصور شقيق اللاعب أحمد الفريدي. كورة النادي الوحدة وحظ والحظ الذي يدير ظهره للفريق الوحدة أبوي. نتابع التقرير. يبدو أن الفرح أعلن هجرانه للوحدة، ويبدو أن اليتم كتب على النقطة الوحيدة في سجل فرسان مكة، فالانتصار أدار ظهره ورفض الانصياع للرغبات والعزيمة الوحداوية ليندب عشاق الأحمر حظهم على ضياع نقطتين. وزادت حسرتهم بعد أن رفضت النقطة البقاء في أيديهم لإيداعها بجوار من سبقتها بعد أن حضر الهدف القاتل للفيصلي واغتال الطموحات من الوريد إلى الوريد. في تقرير سابق كانت لنا قراءة في أوراق الفريق الوحداوي صاحب المركز الأخير والنقطة اليتيمة، وكان من الممكن أن يبدأ بتحسين أوضاعه ابتداء من الجولة العاشرة خلال مواجهته بالفيصلي صاحب الأرض والجمهور، الذي قلب تأخره بآخر الدقائق إلى فوز بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف لفرسان مكة، والذي كان لهم السبق في قلب النتيجة من تأخر بهدفين إلى ثلاثة في بداية الشوط الثاني، لكنها لا تسمن ولا تغني من جوع، حيث أن عناب سدير طار بنقاط المباراة. الفريق الوحداوي ومن خلال الإحصائيات التي تطرقنا لها في الأيام الماضية لم تزيد نسبته سوى صفرا آخر. أين يكمن الخلل؟ هل لضعف الدعم المادي دور في ذلك؟ أم أن عدم الاستقرار الفني هو سبب رئيسي، وهذا نتاج استقالة المدرب المصري بشير عبد الصمد ومن ثم التعاقد مع التونسي وجد الصيد؟ أم أن اللاعبين الأجنبيين السوداني محمد بشير والمالي سيكو دومبيا هما اللذين لم يصنعا الفارق؟ وجود في القاع ونقطة أتت من تعادل تئن تبحث عن من يرافقها. على كل حال، أما آن الوقت لأعضاء شرف الفريق الوحداوي أن يهبوا لإنقاذ فريقهم وتاريخه. تركي شديد، كورة. أبو سليمان، سم الوحدة نقطة واحدة، أنصار ثاني؟ والله للأسف الشديد طبعا هذا أمر موجع. حزم ثاني؟ أنا لا، الحزم هذا شاب، الحزم الله يهديه، الحزم راح من الموسم قبل الماضي. يعني ناوي كذا لضيوفك، أعوذ بالله، كذا ترى الحزم والله عزيز علي، حتى حزم نمبر 1 بالنسبة لي. ما تلام يا اللي يحب الحزم. بس السالفة أنه في المواسم الأخيرة نذكر احنا الحزم سلم الراية من بداية الموسم، نعم، والأنصار سلم الراية من بداية الموسم، والوحدة الآن سلم شكله مسلم الراية من بداية الموسم. هذا اللي هذا المقارنة ولا شو؟ بالعكس، الحزم على عيني وراس. الوحدة طبعا يختلف على الأندية الأخرى، مزعج أن لا يكون في دوري زين ولا يكون متميز لعدة أسباب. نادي عريق، نادي كبير، نادي يعني في مدينة يعني غالية علينا كلنا، يجب أن تمثل دائما، يجب أن يأتي اسمها في كل محفل وكل مكان وإلى آخره. أنا أعتقد مع تقديري الشديد واحترامي واعتزازي بالأستاذ علي داود، وهو أستاذ جيل الحقيقة لا يشق له غبار، سواء في التعليق في الإعلام في كل شيء، لكن أعتقد أنه يعني لم يوفق في إدارة دفة الوحدة أو كرة القدم تحديدا، على اعتبار أن الداعم الرئيسي للوحدة أو من ظهر لنا يدعم هو الشيخ صالح كامل. والشيخ صالح كامل أعتقد لا يقل غنى عن، بل بالعكس هو أغنى من يشرف على نادي في دوري زين كله، هو أغنى الجميع. فأن يتم الدعم بهذه الطريقة، يبدأ الفريق بلاعبين، هذا أمر، هذه الطامة الأولى، يعني أن يبدأ الفريق بلاعبين أجنبيين. كيف رجل يعني ملاءة مالية طبعا، يعني ليش الشيخ صالح كامل
طبعا تكلمت مع محتويين يقول دعم الى الان ب 20 مليون وكذا، نادي في الممتاز ونادي يبي يبرز ونادي يبقى ما يكفي 20 و30 مليون و40 مليون. الاتفاق الان خفت لانه يقول ميزانيتي 20 25 مليون. الشباب والنصر ولا والاتحاد والهلال يتعدون ال 100 مليون عشان تبرز عشان تنافس عشان كذا لازم تدفع. صح لا تبلغ هالأرقام لكن على الأقل تقدير الأساسيات لازم تهيئها بالنسبة للوحدة. أن يبدأ الوحدة طلع يعني نزوله الاضطراري العام الماضي كان خطأ كبير جدا، أن لا يبدأ باستعداد كبير جدا ويبدأ بأربع لاعبين أجانب على مستوى أيضا حتى الأجنبيين اللي جايين كلهم أقل من المستوى المطلوب، يعني يبين أنهم من النوع اللي يعني تكلفته المادية رخيصة جدا. أنا بهالنقطة ألوم الشيخ صالح كامل، يا أما أن يدعم بقوة ما دام تصدى للأمر أو ينسحب ويترك غيره يجي يدعم ولا المهم أنه لا يتصدى شخص بقامة وحجم الشيخ صالح كامل وكلنا نقدره لا يتصدى لموضوعه المشهور أنه ما يدخل مجال إلا ينجح فيه. كان يفترض أن يكون الوحدة واحد من التحديات بالنسبة له. أبو ضفاف. والله طبعا ما خلى لي شيء سليمان قال في شيء، وخليني اتذكر هنا الصديق العزيز المسي عليه الكابتن حاتم خيمي كان دائما يقول انه الوحده يمكن صاحب اكبر قاعده شعبيه في العالم على اعتبار انه نادي يمثل مكه وبالتالي كل المسلمين يتعاطفوا مع نادي الوحده. كان دائما يكرر هالمقوله ويقول حرام نادي يمثل مكه يكون في هذا الوضع. صحيح، ولما تحللها لها مفهوم يعني صادق. فالوحدة زي ما تفضل سليمان عراقة تاريخ نجوم يمثل مكة، ودائما أنا أركز على أنه يا أخي شوف الآن في أوروبا برشلونة يحمل اسم مدينة برشلونة، ليفربول يحمل اسم ليفربول، مانشستر يونايتد يمثل مانشستر، فنادي الوحدة يمثل مدينة مكة يعني. ويمكن أكثر رجال أعمال في المملكة ربما ينحدرون من مكة. انت تخيل لو عندك 20 رجل اعمال في مكه وكل واحد على الاقل 10 مليون تخيل المبالغ الكبيره، يعني ليس فقط الشيخ صالح كامل. انا اعتقد انه انا استقرب من نادي الوحده حتى يعني اقيم عمل الاداره بقياده علي داود، لكن اكيد انه واضح انه العمليه تتعلق بالدعم المادي الشحيح، ولا نادي يبدا فقط بلاعبين اجنبيين مع انه انديه اقل بكثير من نادي الوحده بامكانات ويلعبون باربع اجانب. يعني مع احترامي لنادي الفتح متصدر الدوري الان اعتقد انه اقل بكثير امكانات ماديه من نادي الوحده المفروض، ومع ذلك يملك اربع لاعبين اجانب متميزين دعموا الفريق بشكل واضح. الفريق انا ما اقول انه انصار ثاني لانه لا زال فيه بقيه، اولا باقي ثلاث اربع مباريات في الدور الاول وفي دور ثاني، اذا استطاع الوحده ان يستعين بلاعبين اجنبيين متميزين في المرحله الثانيه الفريق قادر على مقارعة الفرق بالذات أنه يضم وجوه واعدة صغيرة في السن. فاصل قصير بعده نعود لمواصلة الحديث. أخطاء التحكيم تعكر الصفوة بين الأندية والحكام.